بالنسبة لموضوع يعني أنا أستاذ خالد أبو كريش أتكلم على الميزانيات، إحنا عرضنا في جمعيات عمومية ميزانيات 2014 15 16 17 2018 انتهت النقابة منها وحاليا جاهزة، يعني زي ما الأستاذ خالد قال أي حد عايز يجي يطلع على الميزانيات، الميزانيات موجودة ومفيش عندنا أي حاجة نخبيها. بالنسبة لموضوع الزميل اللي اتكلم ان هو حاصل على ماجستير وعايز يسجل رسالة دكتوراه والمفروض يبقى فيه بروتوكول بين نقابة المحامين وبين الجامعات المصرية، انا بقول للزميل احنا جاهزين وان شاء الله سوف نعرض هذا الامر على نقيب المحامين وسوف يكون هناك بروتوكولا بالنسبة لموضوع تسجيل رسالة الدكتوراه، واحنا جاهزين لسيادته ان هو يسجل رسالته وانا مستعد اذهب معك الى جامعة القاهرة وعين شمس لتسجيل رسالة الدكتوراه. دي مشكلة موضوع النيابة والاستاذ خالد تناوله، هناك كتيب تم طبعه وتم توزيعه في بعض الجامعات العمومية عن كافة البروتوكولات التي تمت بين النيابة العامة وبين الشرطة وهي كثيرة جدا، وإذا ما كانش تحت أيديكم هذه البروتوكولات احنا جاهزين نوزع على حضراتكم وهندي البروتوكولات دي للأستاذ ضيف والأستاذ كمال مهنا والأستاذ صالحين وأعضاء مجلس نقابة شمال وجنوب جيزة لإعادة توزيعها. الزميلة الأستاذة نادية البحيري، الزميل اللي قال المحامين بتتهان في أسامي الشرطة وفي النيابة العامة والمفروض يبقى فيه تعامل أفضل من كده، وقالت المحامي اللي ما يعرفش يجيب حقه وما يبقاش محامي. أنا شخصياً بقول إن المحاماة بقت محمية دستورياً، أصبحت مدسترة الآن المادة 198 اللي بتقول المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وكفالة حق الدفاع، يمارسها المحامي مستقلاً ويتمتع المحامون بما في ذلك محامي الإدارات القانونية بكافة الحصانات والامتيازات الواردة في جميع القوانين، ولا يجوز القبض على المحامي أو حبسه احتياطياً في جريمة وقعت منه بسبب وأثناء تؤدية وظيفته. المحامي هو في اسم الشرطة بيؤدي وظيفته، وهو في الخبرة بيؤدي وظيفته، وهو في النيابة بيؤدي وظيفته، فالمفروض هذه المواد في قانون المحاماة الحالي المعروض على مجلس النواب بتفعل من خلال هذا الدستور، فالمحامي اللي يملك هذه المواد ولأول مرة في تاريخ الدساتير المصرية يرد بابا للمحامين وما يعرفش يجيب حقه، أنا بقول أنا أولكم ما ينفعش أبقى محامي، فالمحامي عليه أن يأخذ حقه وينتزعه انتزاعاً كما تحدث الأستاذ خالد من قبلي، وبالتالي المحاماة فعلاً لها رجالها وأنتم رجالها. كيف نحترم المحاماة ونحترم أنفسنا؟ علينا أن ننظر إلى الماضي. مرقص حنة عندما أصدر بطرس باشا غالي عدة قرارات تضر بالمصريين وأنظره على أن يلغي هذه القرارات، رفض أن يلغي هذه القرارات فاعتصم بالنقابة وأخذ المحامون وذهب إلى قصر عبدين يهتف ضد بطرس باشا غالي وكلاهما مسيحي، وبالتالي تم القبض على مرقص حنة وهو نقيبا للمحامين وخلى منصب نقيب المحامين، وبالتالي تم فتح باب الترشيح لانتخاب نقيبا للمحامين وقدم المحامون طلبا لمرقص حنة ليترشح هو نقيبا وهو داخل السجن فرفضوا هذا الطلب، تم رفع دعوى أمام القضاء والقضاء أنصفه واعتبر ترشيحه صحيحا وانتخب المحامون مرقص حنا نقيبا للمحامين وهو في السجن. هذه هي المحاماة، إذا لم نعد إلى خيامنا وإلى تقاليدنا وإلى مهنتنا الغالية التي نعتز بها فلن تكون هناك محاماة. علينا أن نلتزم بقواعد الأخلاق التي تعلمناها من المهنة، أن ننظر إلى أسلافنا العظام الذين سطروا أحرفا من نور في مهنة المحاماة، فبالتالي المحامي اللي يقول لك أنا وكيل النيابة ما احترمنيش في تفتيش وفي طلب تكتبه للتفتيش القضائي، عليك أن تستعين بنقابتك وهي تقف. كيف ترون على بعض الزملاء
الذين يكتبون على صفحات التواصل الاجتماعي كيف يعني يعني بتلاقوا كلام يا اخواننا. انا مش عايز اقول هذا الكلام حتى يعني هذا الكلام عيب في حق نقيب المحامين. فكيف تستطيع وكيف نقيب المحامين اذا لم تكن انتم اصحاب المحاماه واصحاب المهنه الجمعيه العموميه اذا لم تكن في ظهر نقابه المحامين فلن تستطيع ان تفعل شيئا. فعلينا جميعا ان نعي هذا الدرس، علينا ان نذكر بعضنا ان المحاماه رساله وهي رساله انبياء حقيقه، كما قال رب العزة: قل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشركه في أمري واشدد به أزري. هي كانت دعوة سيدنا موسى إلى رب العزة لأنه كان أفصح منه لسانا، فهي رسالة. المحاماة رسالة حق، وأنتم تحملون مش على هذه الرسالة، أنتم تحملون رسالة المحاماة. فعلينا أن نكون جميعا على قلب رجل واحد، إذا لم نكن فلا نستطيع أن نكون لنا دور في هذا الوطن، لأن المحاماة هي العزة وهي الكرامة وهي كل شيء. وبالتالي أنا شايف ان احنا يعني دخل علينا الليل دهمنا، احنا اخبرنا على السحور ورمضان داخل. كل سنه وانتم طيبين. هترك الميكروفون لزميلي الاستاذ ماجد حنا او الاستاذ كمال مهنا، ايهما يريد الحديث ليكمل لكم ما تبقى.